أهلا بكم مشاهدينا إلى أسبوع الصحافة، والبداية بالعناوين. القدس العربي، انتقاد أممي جديد للحكومة العراقية، استمرار قتل الناشطين، إسكات للأصوات السلمية. تتساءل الرأي الكويتية، هل يجيد الكاظمي السير بين ألغام الداخل والصراع الإيراني الأمريكي؟ وفي تقرير للشرق الأوسط تنقله عن مجلة فورين أفيرز الأمريكية، الرئيس المقبل لإيران من الحرس الثوري. من المقالات يكتب إبراهيم الزبيدي في العرب اللندنية، العراق الذي لا بد أن يكون. ويكتب ماجد الأنصاري في الشرق القطرية، محور الأزمات العشوائية، سياسات غير مدروسة ومشاريع فاشلة. التفاصيل بعد قليل. قالت صحيفة الأيام البحرينية نقلا عن مسؤول أمريكي إن أمريكا ستخفض قواتها في العراق بمقدار الثلث، في خطوة متوقعة بعد تعهد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخرا بتخفيض القوات إلى حوالي 3500 جندي في الشهرين أو الثلاثة أشهر المقبلة. أكدت صحيفة القدس العربي انتقادا أمميا جديدا للحكومة العراقية بشأن استمرار قتل الناشطين وإسكات الأصوات السلمية على يد جماعات مسلحة تمارس أعمالها ضمن سياسة ممنهجة. وتقول بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق يونامي في بيان صحفي إن المساءلة ما تزال بعيدة المنال، داعية إلى اتخاذ إجراءات فورية لتحقيق العدالة في العراق. قالت صحيفة الصباح الجديد العراقية إن المرصد العراقي طالب الكاظمي بالكشف عن مصير المختفين والمغيبين قسرا. وأورد في بيانه بمناسبة اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري أن لا يمر هذا الملف دون نتائج مثل ما مر في الحكومات السابقة، مشيرا إلى أن من حق عوائل المختفين أن يعرفوا مصير أبنائهم في السجون والمعتقلات. أوضحت صحيفة أخبار الخليج البحرينية منع مواكب الفصائل المسلحة والأحزاب الشيعية من المشاركة في مراسم عاشوراء، وذلك باتخاذ هيئة المواكب قرارا برفض وجود أي شخصية أسهمت في إراقة دماء الشباب العراقي. وتعاني الأحزاب السياسية والفصائل المرتبطة بإيران من عزلة حقيقية في الشارع العراقي بسبب ممارسات القتل والخطف والتغييب والابتزاز الذي تمارسه بحق شرائح واسعة من أبناء المجتمع العراقي. قالت صحيفة العرب اللندنية إن الكاظمي يفتح ملفات فساد المقربين من المالكي ليبدأ معركته مع الفساد من مواقع قريبة منه من غير التماس معه علناً، وذلك بتجميد أرصدة 9 مقربين منه سابقين وحاليين في خطوة يقول عنها مراقبون إنها أقرب إلى المناوشة منها إلى المواجهة، في ظل صعوبة الهجوم السياسي على المالكي الذي أحاط نفسه بدائرة كبيرة من المسؤولين الفاسدين. تتساءل صحيفة الرأي الكويتية، هل يجيد الكاظمي السير بين ألغام الداخل والصراع الإيراني الأمريكي؟ وترى الرأي أن العراق دخل مرحلة جديدة وخطيرة تنذر بعدم استقرار واضح تتجه إليه بلاد الرافدين بعد زيارة الكاظمي لواشنطن. ويجد الكاظمي نفسه بين نيران متعددة داخلية وأقليمية ودولية، وأن مسرح العمليات في العراق قد فتح على مصراعيه، وما على العراق إلا القبول بأن الاستقرار لن يكون متاحاً في المنظور القريب. عنونت صحيفة الشرق الأوسط، الكاظمي يبدأ محاصرة سلاح العشائر، مطلقا حملة ضد السلاح المنفلت. وبدأت هذه الحملة بسلاح العشائر الذي كثر في الآونة الأخيرة نتيجة النزاعات المسلحة بينها. وما زلنا في الشرق الأوسط، والتقرير الذي نقلته عن مجلة فورين أفيرز الأمريكية، الرئيس المقبل لإيران من الحرس الثوري، وذلك تحت عنوان الحرس الثوري يستعد للسيطرة على إيران. وترى المجلة الأمريكية أن إيران ستشهد قريبا حكومة يديرها الجيش
وهي ليست نتيجة مفروضة ولكن يبدو أنها الأكثر ترجيحا، فالإيرانيون محبطون من التوترات الحزبية والأزمات المتفاقمة. وهذه انتقالة المشاهدين إلى الكاريكاتير. إلى زاوية مقالات، حيث يكتب إبراهيم الزبيدي في العرب اللندنية: العراق الذي لا بد أن يكون. يقول الزبيدي: الجماهير التي تعيش في أحلامها وتنتظر الكاظمي ليهبها الحرية والكرامة ولقمة العيش هي واهمة، فقواته المسلحة التي تعد بمئات الآلاف ليست بإمرته بل بإمرة خصومه الذين يقاتلونه بملابس الحكومة وسلاحها. ويكمل الزبيدي بالقول: المحزن حقيقة أن يسكت الشعب العراقي عن كل من له ضلع من قريب أو بعيد في تخريب أو تهريب أو تزوير أو قتل أو اختلاس، فهي كلها جرائم لا يمحوها تقادم الزمن ولا استبدال أقنعة بأقنعة ولا شعارات بشعارات. ويكتب جمال محمد إبراهيم في العربية الجديد اللندنية: عندما فقدت جامعة الدول العربية ظلها، يقول الكاتب: هذه المنظمة الإقليمية الأقدم تاريخا والأرسخ جغرافية فقدت ظلها تماما ولم تعد تقي إقليمها حر الأزمات ولا نيران الصراعات الملتهبة، وذلك لعجزها عن الاقتراب من شعوبها والفشل في حماية إقليمها من تغولات الطامعين. ويختم الكاتب بقوله: لا تملك أمانة جامعة الدول العربية للأسف إلا صوت المجاملة المجانية. ويكتب ماجد الأنصاري في الشرق القطرية: محور الأزمات العشوائية سياسات غير مدروسة ومشاريع فاشلة. ويرى الأنصاري أنه منذ نشأة الدول الحديثة في المنطقة وهي في دوامة حروب ونزاعات، ولكنها اليوم أقرب لحالة انهيار شامل في ظل توسيع دائرة الأزمات وتأجيج الخلافات البينية. ويكمل الأنصاري بقوله: الوضع اليوم لا يحتمل، والحل هو أن تتحول القوى الداعمة للاستقرار في المنطقة إلى الفعل عوض ردات الفعل لكبح جماح الفوضى وفرض الاستقرار ومقوماته ميدانيا. سيكون معنا في حوار أسبوع الصحافة الدكتور عبد الرحيم الكبيسي أستاذ القانون الدولي. يسرنا تفضلكم بمتابعة مجريات الحوار. أهلا بكم من جديد مشاهدينا إلى حوار أسبوع الصحافة. أرحب عبر الهاتف من عمان بالدكتور عبد الرحيم الكبيسي أستاذ القانون الدولي. مرحبا بك دكتور عبد الرحيم إلى هذا الحوار. مرحبتين، تحياتي لك سحسان وتحياتي لمشاهدي قناة الرافدين. أهلا بك. لنبدأ من صحيفة الأيام البحرينية التي تنقل عن مسؤول أمريكي: أمريكا ستخفض قواتها في العراق بمقدار الثلث. برأيك لماذا أبقت على الثلثين؟ تعرف الاحتلال الأمريكي
بعد 2003 سيطر على كل مفاصل الدولة، واستمرت هذه الحكومات التي رعتها هذه الإدارة الأمريكية سنوات عديدة من 2003 ثم إلى يومنا هذا. انسحبت القوات الأمريكية وانكفأت بعد ذلك إلى معسكراتها أي إلى قواعدها، وكانت هناك أكثر من 9 قواعد، وبعد ذلك فكرت بأنها تحتاج لبعض القواعد الرئيسية اللي هي قاعدة عين الأسد، قاعدة حرير، قاعدة بلد، ويمكن أن تكون هذه لوجستيا هي القادرة على أن توفر لها ما تريد إذا ما نشب نزاع بينها وبين إيران ربما على الساحة العراقية. فأتصور هم لا يتصرفون هكذا، وإنما بناء على معطيات معينة، هذه المعطيات تقدرها رئاسة الأركان الأمريكية على الساحة العراقية. نعم، ننتقل إلى صحيفة القدس العربي التي تؤكد الانتقاد الأممي الجديد للحكومة العراقية، وذلك بشأن استمرار قتل الناشطين وإسكات الأصوات السلمية في العراق. إذن الانتقادات الأممية كثيرة ولكن لا نرى أفعال، ما الأسباب برأيك؟ منظمات حقوق الإنسان تعترف باستمرار بأن ما يجري في العراق من قتل واختطاف واستخدام للرصاص الحي، لكنها لا تصل إلى رفع الأمر إلى مجلس الأمن، وإنما كأنها رفع العتب، وتقول أن المتظاهرين، أن النشطاء يتعرضون للقمع وهكذا. القرارات لابد من وصول الأمر إلى مجلس الأمن لإصدار قرارات في مواجهة السلطة. نحن أمام هناك المجلس الأعلى لحقوق الإنسان، هذا تابع للأمم المتحدة، والكل يعرف كيف تعاملت الحكومة السابقة مع المظاهرات من اليوم الأول من تشرين أكتوبر 2019 وإلى يومنا هذا، حتى الشباب كانوا يطلقون عليها حكومة القناصين، لكن ما يجري على الساحة الدولية غير ما يجري على الساحة العراقية، لأن يراد لما يجري على الساحة العراقية أن ينكفئ، لأن هذا برنامج أمريكي إيراني، وهذا المشروع الأمريكي الإيراني يراد له أن يستمر مع كل الأسف. وألا تعرف أن هناك أكثر من 700 شهيد، أكثر من 30,000 جريح، استخدمت أسلحة محرمة دولية. طيب، صحيفة الصباح الجديد العراقية تنقل عن المرصد العراقي مطالبته للكاظمي بالكشف عن مصير المختفين والمغيبين قسرا، وذلك بمناسبة اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري، وتقول لابد أن لا يمر هذا الملف دون نتائج مثل ما مر في الحكومات السابقة. هل برأيك سيتعامل الكاظمي مع هذا الملف بجدية واهتمام؟ الحقيقة تقارير المنظمات الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان تذكر أرقام مخيفة عن عدد المختفين والمغيبين قسرا. نعرف أن الصقلاوية 715، الرزازة، نينوى، السجون السرية في جرف الصخر. سبق وأن صدر تقرير استقصائي، هذا التقرير يتحدث عن 300 ألف موقوف، وهم كلهم بريئون من التهم المستندة إليهم. حتى أن المجلس القضائي الأعلى أعلن عن إطلاق سراح 76,415. إذن وهؤلاء لا يطلق سراحهم مباشرة بالرغم من صدور الحكم ببراءتهم، وإنما يبقون تحت نطاق الاحتجاز حتى يستمر ذلك ربما لفترة طويلة كلها. لا أعتقد، لأنه قدرة الكاظمي على اتخاذ إجراءات، فالمجرم معروف والضحية معروفة ومكان ارتكاب الجريمة معروف، لكنه أنت تعرف من 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 عدة أيام عندما أطلق سراح الذين ارتكبوا مجزرة في ديالة في جامع مصعب بن عمير. قارن هذا الأمر بالمجرم الذي ارتكب جريمة قتل في نيوزيلندا. القاضي هناك حكم على هذا المجرم، ليست لديهم عقوبة إعدام، حكم على المجرم بعقوبة مؤبد، ولا يمكن أن يكون هناك إفراج شرطيا، أي أنه سيقضي طيلة حياته في السجن. قارن بين ذلك وما حصل في العراق. نتحول إلى صحيفة العرب اللندنية التي تقول
إن الكاظمي يفتح ملفات فساد المقربين من المالكي وتجميد أرصدة 9 مقربين منه سابقين وحاليين وحجز ممتلكاتهم. ماذا يريد الكاظمي بهذه الخطوة؟ صحيح أن هؤلاء الذي ذكروا بالأسماء 9 الذي ذكرهم الكاظمي بحجز أموالهم المنقولة وغير المنقولة سيعترضون على هذا الأمر ويبرؤون ويعودوا إلى أماكنهم. نحن نحتاج إلى ثورة في مجال القضاء، ثورة في مجال نحن نعرف تشكيل لجنة. تتذكر جيدا المجلس الأعلى لمكافحة الفساد أيام عادل عبد المهدي وانتهى به الأمر، ونحن الآن أمام لجنة. إذا أردنا أن نميت موضوعا فنشكل له لجنة لكشف الفاسدين والجرائم الاستثنائية، هكذا قيلت في قرار الكاظمي. لكن في تصوري أن المسألة من الصعوبة بمكان إن لم يذكر لنا علانية ومحاكم علانية وفي في في ساحات حتى نقول فعلا في ساحات التظاهر حتى نقول فعلا أن الحكومة جادة في ذلك. أيضا في ذات السياق يقول مراقبون إن هذه الخطوة أقرب إلى المناوشة منها إلى المواجهة، وذلك في ظل صعوبة الهجوم السياسي على المالكي الذي أحاط نفسه بدائرة كبيرة من المسؤولين الفاسدين وشبكة علاقات معقدة. هل المالكي فوق القانون برأيك؟ هم يعتبرون نفسهم هم القانون. كل الطبقة السياسية التي جاء بها بعد 2003 هم القانون، هم يقررون، هم الدستور، هم يخالفون الدستور كما يريدون ويخالفون القانون كما يريدون إذا كانت المسألة تتعلق بهم. ولا هم وجودهم الآن في المنطقة الخضراء بالاغتصاب لعقارات الدولة وجود خاطئ، وجود غير قانوني، وجود غير مقبول. لكن هل يستطيع الكاظمي أو تستطيع جهة ما أن تفرض أمرها عليهم؟ لا. عندما تقول هل هو فوق القانون، لماذا كل الوزراء ذهبوا إليه بعد استزارين؟ فكأنهم يقولون له ما هي توجيهاتك لنا، ما هي أوامرك لنا. وهذه لم يحصل في دولة من دول العالم أن وزيرا يستوزر أمام رئيس وزراء ويذهب إلى شخص يفتر عليه علامة استفهام. نحن نتذكر ما حدث في الموصل، نتذكر بدل ما يكون خلف أسوار السجن أو أمام ميزان العدالة وإذا به هو الذي يتحكم، وهم يقولونه هو رئيس الدولة العميقة وهم يصفونه بمواصفات كثيرة. فلا يجرؤ أحد، مع كل الأسف لا يجرؤ. انقلبت الموازين لدينا أن صاحب السلطة الشكلية فوق هو الذي يلجأ، هو الذي يلجأ إلى من نشير إليهم بعلامات استفهام أنهم تغولوا على المال العام، ارتكبوا جرائم قتل، وهم لا زالوا طريقين للصراع. دكتور، أيضا ننتقل إلى صحيفة الرأي الكويتية التي تتساءل هل يجيد الكاظمي السير بين ألغام الداخل والصراع الإيراني الأمريكي؟ الصحيفة ترى أن العراق دخل مرحلة جديدة وخطيرة تنذر بعدم استقرار واضح. كيف سيجيد الكاظمي إخراج العراق من بين ألغام الداخل والصراع الإيراني الأمريكي؟ الداخل العراقي غير مستقر، معروف لأنه غير مستقر، لأنه الكاظمي ومجموعة معينة وربما بعض قوات الجيش يريدون، لكن الرغبة شيء والإرادة شيء آخر. يرغبون في الوصول إلى الحد الأدنى، لكن من يتحكم بمفاصل الدولة العراقية داخل العراق هم الموالون لإيران، الحشد الشعبي، الفصائل اللي يسموها الولائية، هؤلاء كلهم موالين لإيران، وبالتالي لا يستطيع أن يتصرف خارج دائرة هؤلاء. هذا واحد. اثنين، الأمريكان لن يصلوا إلى مرحلة التصادم مع الإيرانيين. قيل الكثير في ذلك، أنت تعرف جيدا. خلينا نرجع قليلا إلى الوراء في مذكرات خاتمي الأخيرة، وخاتمي كان رئيس الجمهورية سموه معتدل من المعتدلين في هذه، وكان النائب مال الأبطحي، أبطحي قال لولا إيران ما استطاعت أمريكا احتلال العراق، نقطة على الصفر. خاتمي في يقول دارنا عندما تعثرت القوات البريطانية
والأسترالية والأمريكية في أم قطر، زارنا سريا توني بلير وطلب منا السماح للقوات البريطانية للاتفاق من عبادان، ولديهم ما يشاءون بعد ذلك وقد كان. إذن هذا التناغم الأمريكي الغربي الإيراني مستمر عكس ما يقال ويشنع كثيرا، أمريكا ستضرب وأمريكا ستضرب أمريكا، لا، ربما هذه الضربة التي وجهت إلى قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس ربما هذه استثناء صارت، لكن لا زالت المسألة محصورة في هذا الأماكن في تصوري الكاظمي، سيعاني كثيرا. وتتوقع أنت يوميا تسمع الكاتيوشا على المطار بغداد، على المنطقة الخضراء، على التاجي قبل أن تنسحب القوات الأمريكية من قاعة التاجي، ولا زالت الأمر في تصوري كاظمي لا يستطيع أن يتصرف خارج دائرة الحصار المفروض عليه داخليا وخارجيا. صحيفة الشرق الأوسط عنونت الكاظمي يحاصر سلاح العشائر، مطلقا حملة ضد السلاح المنفلت وبدأ بسلاح العشائر. إذن مواجهة الكاظمي مع سلاح العشائر لمن الغلبة في النهاية؟ بالتأكيد يكون الغلبة للدولة، يعني للجيش، للشرطة. يعني العشائر مهما تسلحت وهو تسلح غير تم شراءه من الشارع، لأنه كثر السلاح المنفلت في هذه الحالة. لكنه مهما تكون العشائر مكانها معروف، العشيرة في كل منطقة، في المنطقة الغربية، في المنطقة الجنوبية، في المنطقة الوسطى، العشائر معروفة. فأي عشيرة تتمرد على الدولة الخسارة هي خسارة العشيرة وليست خسارة الدولة، هذه معروفة في كل، لا يمكن التمرد على سلاح الدولة أبدا بأي حال من الأحوال، حتى لو نسمع الكثير بين فينة والأخرى أن العشيرة الفلانية والعشيرة الفلانية واستخدام أسلحة متوسطة وربما حتى أسلحة ثقيلة، لكن هذه موقوتة في تصوري. لن تستطيع أي عشيرة من العشائر مهما كبرت أن تتحدى الدولة في عقل دارها، لأنها تكون هي الخاسرة. نعم، أيضا نبقى في صحيفة الشرق الأوسط والتقرير الذي تنقله عن مجلة فورين أفيرز الأمريكية. الرئيس المقبل لإيران من الحرس الثوري، وذلك ضمن توقعات الصحيفة للانتخابات الإيرانية في عام 2021. هل سيكون الرئيس الإيراني المقبل من الحرس الثوري؟ الانتخابات الإيرانية التي تصدر، أولا يجب أن يكون في ذهن الجميع أن الذي يحسم الموقف في كل القرارات هو المرشد، والمرشد الأعلى في اللبنان، من خامنئي إلى من خميني إلى خامنئي إلى لكن أنت تعرف أن الآن القوة الموازية للجيش الإيراني هي قوة الحرس الثوري، لديهم كل صنوف الأسلحة اللي موجودة لدى الجيش النظامي، وأنت تعرف كل الانتخابات يقسمونهم إلى معتدلين وخلاف ذلك. إذا يجيبوا نجاتي، يقول هذا من المتشددين، يروحوا على خاتمي، يجون على روحاني، سواء كان من الحرس الثوري أو مو من الحرس الثوري، لا يستطيع أي رئيس أن يتصرف خارج الدائرة التي يرسمها خامنئي مهما كانت الأمور. وبالتالي نبقى أمام هذا سواء سمي من الحرس الثوري، وأنت تعرف الآن سفيره في بغداد من الحرس الثوري. نعم، أيضا في الشرق القطرية يكتب ماجد الأنصاري: محور الأزمات العشوائية سياسات غير مدروسة ومشاريع فاشلة. الكاتب يرى هنا أن الحل هو تحول القوى الداعمة للاستقرار في المنطقة إلى الفعل عوض ردات الفعل، وذلك لكبح جماح الفوضى وفرض الاستقرار في المنطقة. هل القوى الداعمة للاستقرار في المنطقة ستحقق غايتها برأيك؟ إذا نظرنا إلى القوى الفاعلة من الجماهير فهي مكبلة لا تستطيع. فأتصور في مستقبل الأيام نحن سنصير إلى فوضى، وقد تكون الفوضى خلاقة في هذه الحالة، ربما حرب أهلية أو ما شابه ذلك، لأن عدم الاستقرار هو السائد الآن، هو السائد على المنطقة الآن. بطالة الشباب يعاني ما يعاني على المستوى المنطقة العربية كلها، مو فقط في العراق، على كل المنطقة العربية، وخصوصا الآن أمام جائحة كورونا. أتصور ستزداد الأزمة الاقتصادية إضافة إلى الأزمة الصحية إضافة إلى الأزمة الأمنية، فنحن في مستقبل لا نحسد عليه في هذه الحالة.
نعم. إذن في ختام الحوار أشكرك دكتور عبد الرحيم، الشكر الجزيل لانضمامك إلينا. تحياتي لك وتحياتي لمشاهدي قناتكم الكرام. مشاهدينا، كان معنا الدكتور عبد الرحيم الكبيسي أستاذ القانون الدولي. حتى نلتقيكم في حلقة مقبلة، لكم التحية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.